في ريف اللاذقية استهدفت قواتنا الباسلة تجمعا للإرهابيين في قرية بيت عوان التابعة لناحية قصة المعاف وقضت على عدد منهم، فيما دمرت سيارة مزودة برشاش دوشكا وأسلحة كانت بحوزتهم. مراسل الأخبار عصام محمود رافق بواسلنا وأعد لنا التقرير التالي. معاهدة جمال الطبيعة والأمان الذي فرضه الجيش العربي السوري تنتقل معك إلى معظم مناطق ريف اللاذقية الشمالية التي يتواجد فيها الجيش. وعلى تلة كوم الحطب عيون ساهرة على أمان القرى المحيطة بالتلة، ورجال جاهزون لصد أي محاولة استهداف من قبل إرهابيي جبهة النصرة الذين لاقوا مصيرا أسود كلما حاولوا الاقتراب من هذه المنطقة. المناطق المحيطة فينا اللي فيها تواجد للمسلحين الإرهابيين هي عندك التفاحية، بيت عوان، بالعمق في عندك قرية اسمها الكنديسية، بالعمق أكثر بتصير سلمة على اليمين. الجبهة هذه هي من أخطر المحاور بالمنطقة بسبب قربها من الحدود التركية، وفتح الحدود التركية من الجانب التركي بشكل كامل ومطلق في إحدى المعارك إلون كانت السيارات توصل محملة بالمسلحين والزخيرة مباشرة من الأراضي التركية إلى المحاور، وتم رصد عدة أرتال للمسلحين من الحدود التركية وبكل أريحية وبتأمينات كاملة من الجانب التركي. حتى في تواجد هون لبعض المقاتلين الأتراك، ونحن حتى إذا توجه الكاميرا باتجاه البرج في علم النصرة محطوط هون. والوضع القتالي يوميا في معارك مع المسلحين، في اشتباكات مع المسلحين. قوتنا الباسلة استهدفت تجمعا لإرهابيي النصرة في قرية بيت عوان فقتلت وأصابت عددا منهم ودمرت عدتهم وعتادهم. نحن الآن في موقع برج الحطب، هذا الموقع الاستراتيجي الذي يطل على أماكن تواجد إرهابي جبهة النصرة. قواتنا المسلحة الباسلة تستهدف تجمعاتهم الموجودة في على هذه التلال الموجودين فيها والمتمترسين فيها والذين يرفعون علم جبهة النصرة هناك. الآن قواتنا المسلحة تستهدف تجمعا لهم والخسائر كبيرة بالنسبة لإرهابي جبهة النصرة. سننتقل معكم مشاهدين بعد هذا الموقع إلى موقع بيت فارس، الموقع المطل على التلة هناك وهو الذي أيضا يظهر منه تجمعات لإرهابي جبهة النصرة. المشهد في بيت فارس لم يختلف عن تلة كوم الحطب، كمائن متقدمة، اشتباكات يومية واستهداف لأوكار الإرهابيين. نحن الآن في قرية بيت فارس، هذه القرية كانت مع المجموعات الإرهابية المسلحة وكانت تحتلها منذ فترة طويلة، تم السيطرة عليها من قبل الجيش العربي السوري البطال وتم استعادتها كاملة إلى أرض الوطن الحبيب. تتم الاشتباكات معهم بشكل شبه يومي، وبيكون لهم تسلل من الوديان المقابل بالأمام، وبيتم القضاء عليهم بالأسلحة والعتاد المناسب. في قرية الميدان التابعة لناحية قصد المعاف تتمركز وحدات جيشنا الباسل في نقطة القلعة التي تشرف على عدد من القرى التي يتمركز فيها إرهابيو جبهة النصرة الذين حاولوا التسلل إلى المنطقة أثناء وجود بعثة المركز الإخباري، فكان رد الجيش جاهزا. وصلتنا معلومات استطلاعية عن تواجد مجموعة محاولة مجموعة تسلل من قرية سرايا باتجاه نقطة القلعة الميدان، وتم التصدي للمجموعة الإرهابية والحاق إصابات مباشرة فيها. نحن جاهزين بأي وقت للتصدي لأي مجموعة بتحاول خرق النقاط العسكرية أو مهاجمتنا، والحمد لله العناصر بأي وقت قادرة على التصدي ويلاقوا المصير نفس المصير اللي لاقوه بهالكمين اللي صار اليوم. الجيش العربي السوري في كل مكان على الأرض السورية يحقق الانتصارات والبطولات، ولبطولات الجيش العربي السوري حكايات سترويها الجدات في الأيام القادمة عن أبطال طهروا الأرض من رجس الإرهاب. بعثة المركز الإخباري إلى ريف اللاذقية الشمالي. عصام محمود من نقطة القلعة الميدان.